معانا عم سيد 63 سنه ما شاء الله، عنده اصابه نخاع شوكي كده بعد 17 يوم من الاصابه، ما شاء الله واقف لوحده وعايز يمشي من قبل ما احنا نقوله يمشي، عايزين نشوفك الاول وانت واقف. ما شاء الله بعد 17 يوم اصابه نخاع شوكي، بعد 17 يوم قصدي جلسات، هو عنده بقاله 10 شهور الاصابه، ما شاء الله واقف لوحده وبياخد خطوات لوحده، حرك المشايه بعد 17 يوم بس ما شاء الله مع السن كمان الحمد لله، اللهم بارك الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله، فضل ربنا عليه وعلينا الحمد لله. يلا يا عم فهد ماشي تمام تمام هناخد خطواتنا ما شاء الله، احنا بنعمل علاج مكثف من 6 ل 8 ساعات مع حقن للنخاع الشوكي عن طريق جهاز التأيّن الأمريكي، بنحط دواء بيساعد على تنبيه الخلايا مع دواء تاني بيشيل التصاقات فبيقلل الضغط شوية على النخاع الشوكي، مع العلاج المكثف من 6 ل 8 ساعات ما شاء الله كده 17 يوم مع السن بدأ يقف وبدأ هو واقف دلوقتي.